بعدما تفاعل السوريون مع قصة ترحيل الإعلامي ماجد شمعة وتكرار حوادث مشابهة يتعرض لها السوريون المقيمون في تركيا، ما دور التجمعات السورية في إيقاف هذه الممارسات؟ وكيف يجب على السوريين التصرف في تركيا؟ وكيف يجب عليهم فهم القوانين التركية ومسؤولية من أصلا؟ مراسلنا يوسف الملا التقى مع إيناس النجار وهي عضو اللجنة السورية التركية المشتركة وعاد لنا بهذه المادة. بعد صدور قرار توقيف بعض الأشخاص يلي شاركوا بحملة الموز، تواصلنا مع الجهات المختصة بالحكومة التركية لتوضيح الأمر، وأن الحملات اللي قام بها الشبان بمشاركة فيديوهات هي حملة عفوية بسبب الضغوطات النفسية والاقتصادية اللي عم يعانوا منها السوريين في تركيا، ولكن تطور الأمر وتسارع باعتقال الصحفي ماجد شمعة. ويعني مثل ما بتعرفوا الصحفي هو صوت الناس في الشارع، وبنفس الوقت يوجد قوانين في حرية التعبير وحرية الرأي. وبنفس الوقت نحن وضحنا للسلطات التركية بعد التواصل مع محامي الأستاذ ماجد والتأكد أنه تم اعتقاله أثر مشاركته بحملة الموز، أنه هو بيقوم، هو صحفي وبنفس الوقت يعمل على برنامج بيستهدف شو في حملات ترندات على السوشيال ميديا، فهو بيعبر عنها بالبرنامج تبعه. وبنفس الوقت أخذنا من زوجته التهديدات يلي واصلتها وحكينا أنه هو في خطورة على حياته، فوصلنا بعض الوعودات والتطمينات أنه حيطلع وما رح يتم ترحيله. بنفس الوقت تواصلت مع زوجته وخبرناها أنه حيتم الإفراج عنه وما حيكون في ترحيل له. كما غرد الأستاذ أحمد بكورة عضو الائتلاف ومنسق اللجنة السورية التركية المشتركة لعدة جهات إعلامية أنه ما حيكون في ترحيل للأستاذ ماجد. بنفس الوقت حاليا بعد خروج الأستاذ ماجد، اللجنة السورية التركية المشتركة عم نشتغل لخروج جميع الشباب يلي شاركوا بحملات الموز، ولكن الأشخاص يلي أساءوا للرموز التركية وأساءوا للعلم التركي عم نطالب أنه يتم محاسبتهم حسب القانون التركي، لأن القانون التركي بيحاسب الأتراك وأيضا الغرباء يلي بيسيئوا للرموز التركية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا في أنقرة. مرحبا بك يوسف. أهلا. يعني ماذا بعد قصة ماجد شمعة؟ هل هي النهاية؟ لن يكون هناك قصص أو محاولات ترحيل جديدة لأي سوري يرتكب أي خطأ؟ وفي حال أيضا لم يرتكب خطأ، يعني ماجد شمعة الكثيرين يقولون أنه لم يخطئ، هو كان يقوم بفيديو كما كل الفيديوهات السابقة له يسخر من أي موقف يتعرض له السوريون في الأراضي التركية وغير التركية. تفضل. لا يوجد تصريح رسمي عن انتهاء حملة الترحيل أو توقفها، ولكن بحسب زيارتي البارحة للجنة السورية التركية المشتركة أبلغونني أنهم يحاولون ومستمرين في العمل لإخراج كل من تم إيقافه في الفترة الماضية، دون باستثناء هناك صعوبة لمن سخر من رموز مقدسة عند الأتراك كالعلم أو غيرها. هؤلاء هم طلبوا من الجانب التركي معاملتهم بحسب القانون التركي والقضاء التركي، لكن لا تصريحات رسمية بتوقف تماما حملة الترحيل أو معاقبة المسيئين بالترحيل إلى الأراضي السورية بشكل رسمي. طبعا سمعنا قبل قليل تصريح لمنسقة الاتصال في اللجنة السورية المشتركة التي أكدت أنها لجنة تتابع إلى هذه اللحظة، هذا الملف لم يغلق تماما، وإنما نستطيع أن نقول بحسب تصريحاتها لو بقي منه القليل. طيب، يعني هناك الكثير من التعليقات نسمعها بين الفترة والأخرى، وخاصة على صفحة معبر باب الهوى على التليجرام، كل شهر يصدرون قائمة محدثة بكل من يرحل
من معبر باب الهوى، ودائما هناك أرقام بين 700 والألف سوري شهريا يرحلون إلى الأراضي السورية. هل يعرفون أي معلومات عن هذه الأرقام؟ من هم هؤلاء الذين يتم ترحيلهم بتهم؟ على فكرة كان هناك كثير من التعليقات أن هناك تهم حقيقية وغير حقيقية لترحيلهم. لا يعني لا يوجد هناك تصريحات كما قلت رسمية بهذه الأعداد، ولكن المعابر بشكل دوري تصدر الأرقام التي تدخل ضمن قسمين، قسم يعود بشكل طوعي وقسم آخر من المرحلين عبر المعابر بحسب المنطقة إلى الأراضي السورية. طبعا منهم من يكون كما ذكرتم له مشكلة قضائية أو جنائية أو غيرها، ومنهم قد يكون نتيجة نقص في الأوراق أو أخطاء أو كذا. هنا تتدخل بحسب تصريحات الإداريين والعاملين في اللجنة أنهم تركوا رقم هاتف للتواصل معهم عبر معرفاتهم الرسمية في حال تم طلب المساعدة منهم وإطلاعهم على قضية معينة، فإنهم يبادرون للتواصل مع الجهات المعنية التركية. طبعا نذكر سابقا حملة الترحيل التي تمت في السنوات السابقة في إسطنبول، كان آنذاك بحسب ما أطلعني العاملين في اللجنة لهم اجتماعات طويلة جدا مع الجانب التركي، لأن اللجنة تقسم إلى قسمين، هو الجانب السوري والجانب التركي، ويرأسها من الجانب التركي نائب وزير الداخلية إسماعيل شتقلي. كان لها دور في إعادة قوائم الناس الذين تم ترحيلهم ظلما، وتم تفعيل الكمل لهم مرة أخرى. لكن كما قلت، في حال لم يتم التواصل مع اللجنة، اللجنة لا يتم إعلامها بشكل دوري بأعداد المرحلين، أو أنها لا تصبح يعني قادرة على التدخل والمساعدة. إذا اللجنة لا تعرف بأمر أي شخص يخرج خارج الأراضي التركية في حال هو لم يتواصل بشكل مباشر مع اللجنة، صحيح؟ هذا نعم. ما فهمته يعني منك. نعم، اللجنة لا تحصل على قوائم المرحلين، هذه البيانات لا تمنح للجنة. اللجنة هي جهة اعتبارية مقبولة لدى الحكومة التركية، تضم من الجانب السوري جهات سورية من بينها الائتلاف ومراكز دراسات والمجلس الإسلامي السوري وغيرها من المنظمات المجتمع المدني، ومن الجانب التركي تضم وزارة الداخلية، تضم دائرة الهجرة وبعض الجهات الأخرى الحكومية. طيب. وتتابع الملفات، منها التعليم والملفات الاجتماعية ومتابعة الأوراق والترحيل وغيرها من الملفات. هل هناك أي مؤسسة أخرى تتبع للائتلاف تعنى بشؤون القانونية للسوريين أو لإفهام السوريين ما هي القوانين التركية؟ يعني هناك واضح أغلب السوريين لا يعرفون شيئا عن القانون التركي، لا يعرفون ما هو الصواب وما هو الخطأ. هل هناك أي جهة رسمية اليوم تعرف السوريين بما هي حقوقهم واجباتهم، القانون التركي بماذا يسمح بماذا ينفي؟ نعم، يعني الخطوة هذه جاءت متأخرة ولكنها موجودة حاليا، هي فقط اللجنة السورية المشتركة التي تتبع بشكل أو بآخر للائتلاف، أسست عام 2019، ولكن لا يوجد جهة أخرى تهتم باللاجئين سوى اللجنة السورية التركية المشتركة. كما قلت، يعني الجانب الآخر هو جانب مؤثر، لذلك هنا ونجاح اللجنة في بعض الملفات في حل بعض المشاكل كان لها تأثير كبير وتركت أثرا كبيرا، لكن أستطيع أن أقول أن الائتلاف لا يوجد جانب آخر في تركيا يمثله في ملف اللاجئين سوى اللجنة السورية التركية المشتركة. للأسف يعني بعد سنوات طويلة من اللجوء، هذا الكلام كما ذكرت متأخر يوسف، ولكن اليوم يبدو أن المشكلة تتصاعد وأصبحنا في قمة المشاكل بين السوريين والأتراك أو المجتمع التركي إن صح التعبير. كان يجب منذ البداية فرض ربما تعليم اللغة التركية وفرض تعليم أيضا أجزاء من القانون بما يعني السوريين ككل الدول دول العالم، ولكن نظرا لعدم الوجود الحقيقي كلاجئ للسوري على الأراضي التركية يحول دون أن يكون هناك وجود منظم للسوريين في تركيا. هل هناك مشاكل أخرى يتعرض لها السوريين غير عدم فهم اللغة، عدم فهم القانون التركي، تحول دون اندماجهم بالمجتمع التركي وبالتالي المشاكل التي تفرزها بين الفترة والأخرى هذه المجتمعات؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أوضح توضيح بسيط.
أن هناك أيضا داخل ائتلاف مكتب للجاليات يهتم بتأسيس جاليات في الولايات، حيث تقوم هذه الجاليات بتنسيق أوضاع الجالية السورية الموجودة في تلك الولاية والتواصل بشكل أكبر مع رئيس الجاليات. حسب المعلومات التي حصلت عليها، هناك في عنتاب وفي هاتاي وفي مرسين وفي إسطنبول وفي بعض الولايات يسعون لتأسيس انتخاب لجنة تسمى باللجنة أو الجالية السورية في تلك الولاية، وتتبع إلى رئاسة الجاليات في الائتلاف، تسعى لتنسيق والتشبيك ما بين الجاليات في الولايات الأخرى. بالعودة للسؤال الذي طرحته قبل قليل، نعم هناك عدة مشاكل، لكن المشكلة الأهم هي مشكلة الاندماج واللغة. لذلك دائرة الهجرة منذ مدة طويلة نستطيع أن نقول بدأت ما يعرف بدورة الاندماج، دورة عبارة عن يومين تتكلم فيها للسوري عن ما له وما عليه، كيف يتعامل مع القانون التركي، كيف يتقدم بشكوى، كيف يتعامل في قوانين العمل والبنوك وغيرها والمدارس وحتى العادات والتقاليد المتواجدة عند الأتراك، ويعرف فيها الشعب السوري بهذه القوانين والعادات عبر دورة تقام في مراكز الهلك يتيم ما يعرف بمركز التعليم الشعبي، ويحصل في النهاية على شهادة دورة اندماج. دائرة الهجرة تؤكد كثيرا على ضرورية إلزامية، لم أقول إلزامية وإنما ضرورة الالتحاق بهذه الدورة. لم تفرض هذه الدورة، ولكن يعني يوسف ألا تعتقد أن عدم فرض هيك نوع من الدورات الضرورية جدا لكلا الطرفين هو المشكلة بحد ذاتها، أنها غير مفروضة ويستطيع الشخص حضورها أو لا يستطيع يعني براحته؟ يعني أليست هذه مشكلة بحد ذاتها، خاصة بعد ما حصل يعني بالفترة الأخيرة؟ يعني طبيعة العمل في تركيا والتزام الناس في تركيا ومراكز التعليم الشعبي تكون مغلقة يومي السبت والأحد، وهو يوم عطلة. يمكن أن تحل هذه المشكلة عن طريق افتتاح هذه المراكز يومي السبت والأحد، قد يكون الإقبال أكبر. لكن الكثير من أتحدث معه من السوريين في تركيا يقولون أن سبب عدم حضورهم لهذه الدورة هو انشغالهم في العمل حتى يوم السبت، ويتبقى عندهم يوم واحد يوم العطلة للعائلة. يجب أن يكون يعني لها مخرج هذا الموضوع، يعني أن تكون ضمن العمل، يعني ضمن ساعات العمل موضوع هذا الاندماج يعني لضرورته بكل مناحي الحياة. طيب يوسف، ما هو رد الحكومة التركية تجاه كل هذه القضايا، قضايا الترحيل، قضايا السوريين، أيضا ما ذكرته قبل قليل السوريين الذين يرحلون بين الفترة والأخرى من معبر باب الهوى، ونسمع عن هذه القوائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يعني هي التصريحات بشكل عام لديك؟ بشكل شهري هناك مؤتمر يعقده نائب وزير الداخلية والمتحدث باسم وزارة الداخلية إسماعيل شفقلي، يتحدث فيه بشكل دوري عن أعداد السوريين الذين عادوا بشكل طوعي إلى سوريا، ويتحدث فيه عن أعداد السوريين المتواجدين والأرقام الأخيرة في تركيا. وزارة الداخلية سابقاً أكدت أن السوريين لا يوجد نسبة المشاركة في الجريمة قليلة جدا، تكاد لا تذكر، وحتى المشاكل التي تحصل هي تحصل فيما بينهم. دائما ما تؤكد وزارة الداخلية على أن في حال هناك قضية كقضية الموز أو غيرها من القضايا تسارع لإصدار بيان توضح فيه، حتى في الولايات غير الوزارة، في الولايات الأخرى دائما ما يسعى الوالي في حال حدثت مشكلة دخل فيها سوري إلى الإسراع في إصدار بيان للتوضيح، لأنهم يدركون تماما مع قرب الانتخابات التركية أن هناك من يحاول أن يستثمر القضايا التي يكون فيها للسوري أي مشاركة أو أي دخل في هذا الأمر. هناك من يسارع للاستثمار في هذه القضية سياسيا، فتسارع الحكومة التركية إلى إصدار البيانات والتدخل سريعا حتى حتى لا تتفاقم الأمور أكثر مما هي عليه. يعني كما ذكرنا الموضوع شائك يوسف، ويحتاج لتنظيم سريع وآني بأي طريقة كانت. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات يوسف مولا، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنقرة.
على أمل حل كل مشكلات السوريين في تركيا، يعني هم يحتاجون لحلول سريعة وآنية في هذا الوقت، ومشاكلهم أيضا كثيرة يعني لا يهنؤون براحة بال. شكرا جزيلا لك مراسلنا، وأيضا مشاهدينا، فاصل قصير ونتابع.